وينضم إلينا من كابول المراسل الغد عبد الله نادر. عبد الله، يعني كيف يبدو الوضع على الأرض الآن، وكيف أو إلى أي مدى تغيرت المعادلة عن بدء دخول طالبان إلى العاصمة؟ نعم، صباح اليوم أطلقت عدة صواريخ من بعد على مطار كابول الدولي، بينما تم إسقاط ثلاثة من هذه القذائف، وأصيبت واحدة المطار أو داخل المطار. فيما تبنى تنظيم داعش مسؤولية هذه الهجمات، كما تبنى مسؤولية العمليات التفجيرية التي نفذها التنظيم يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة العشرات الآخرين. حركة طالبان الآن تواجه مشكلة أخرى، وهي مشكلة تنظيم داعش، حيث تبقى هذه الجهة الوحيدة المناوئة لطالبان في حكمها في كابول، وكذلك للقوات الأجنبية القاطنة في مطار كابول التي تجري عملية الإخلاء. وهذه الجهة فيما بحسب الخبراء السياسيين فإن هناك جهات تدعم تنظيم داعش في انتشاره وفي تمديده، وكذلك في فعالياته وأنشطته داخل أفغانستان. وكانت بين حركة طالبان وكذلك بين داعش عداوة قديمة فيما كان بينهما، كذلك حروب دموية في المناطق الشمالية، فيما قامت طالبان بدحر تنظيم داعش آنذاك. ويبدو أن تنظيم داعش لم ينتهي وله نفوذ، وهو يبقى قوة قادرة على توجيه ضربات إذا ما أرادت لأي جهة في كابول، وكذلك في القوات للقوات الأجنبية المتواجدة لحد الآن في العاصمة كابول وفي مطار كابول. وعملية الإجلاء كذلك تستمر بشكل حثيث، حيث ستنتهي هذه العملية غدا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الغد. وهناك تقارير بأن حركة طالبان وعضوها البارز وثيق حمل الدول الغربية وبالتحديد أمريكا بأنها تقوم بدعاية بالغة لتنظيم داعش، وليس لتنظيم داعش نفوذ بهذا الشكل وإلى هذا الحد الكبير في أفغانستان. وبحد تعبيره فهذه دعاية بالغة وليست حقيقة. تنظيم داعش ليس له نفوذ بحد تعبيره في أفغانستان. شكرا جزيلا لك عبد الله نادر، مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الأفغانية كابول.